الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. قال حفظه الله: وأوصيك بالصبر الجميل وبالرضا على كل أقدار الكريم الموحد. موحد موحد. طيب، هذه وصيتان. الوصية الأولى الوصية بالصبر، والصبر من الدين كالرأس من الجسد، فمن لا صبر له فلا إيمان له. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يقول الله عز وجل: إن الله يحب الصابرين، وفي الآية الأخرى: إن الله مع الصابرين. والصبر يحتاجه العظماء كما يحتاجه من دونهم. يقول الله عز وجل لنبيه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وقد أمر الله عز وجل بالإخلاص حتى في الصبر، فقال: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وقد قسم العلماء الصبر إلى ثلاثة أقسام: إلى صبر على طاعة الله، فطاعة الله لا يستطيع الإنسان أن يقوم بمقتضاها إلا بماذا؟ إلا بالصبر. وصبر عن معصية الله، فإن النفس إذا اشتاقت إلى شيء من المعاصي فإن كبح زمامها وقتل شهوتها إنما يكون بالصبر. والصبر الثالث صبر على أقدار الله المؤلمة، صبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة. يقول النبي: والصبر من أعظم العطاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خير له وأوسع من الصبر. رواه الشيخان. وكما هو معلوم لديكم أن الصبر ضرورة حياتية قبل أن يكون فريضة دينية شرعية أصلا، فلا نجاح في الدنيا ولا فلاح في الآخرة إلا بالصبر، ولا تتحقق الآمال للمتعجلين لما عندهم صبر، ولا يبلغ أعالي قمم الجبال إلا من عظم صبره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. رواه أحمد والحاكم وعن ابن عباس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. الوصية الثانية الوصية بالرضا بالقضاء، الوصية بالرضا بالقضاء. فإذا قدر الله عليك شيئا من المصائب والأحزان والآلام فعليك أن تقابل ذلك بأمرين، أحدهما واجب والآخر مستحب. أما الواجب فأن تقابل تلك المصائب بالصبر، وهو حبس اللسان والجوارح عن قول أو فعل ما لا يليق، وهذا واجب لأنه من عمل الجوارح. مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر صبي لها، فقال: يا أمت الله اتق الله واصبري، اتق الله واصبري. وقال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وأما الرضا فإن العلماء مختلفون في حكمه، والقول الصحيح أن الرضا عند المصائب مستحب لأنه عمل قلبي، فقد لا يتحكم الإنسان فيه، وأعمال القلوب في مثل ذلك غالبها مستحب. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. إذن القاعدة الشرعية هنا تقول: الصبر على أقدار الله المؤلمة واجب، والرضا مستحبٌ.